لك أن تكون غنيا. إن الشعور بالثروة يجلب الغنى. سوف تتعلم من هذا الكتاب كيف تصل بحياتك للسعادة والغنى. كرر كلمة غني في نفسك بقوة، وسوف يظهر أثر ذلك في حياتك العملية، وسيطرق الحظ بابك. أنا غني، أنا غني، أنا غني، أنا غني، أنا غني، أنا غني. هودي فلوسي كلها فين؟ ايوه ايوه، فين ال 20 جنيه اللي عليك يا ميمي؟ يا خميس بالراحه شويه يا اخي. هات ال 20 جنيه اللي عليك يا ميمي. طب اتفضل الاول. اتفضل اتفضل خميس، اتفضل اللي عليك يا اخي. حاضر حبيبي يا اخي يا اخي يا اخي. طب بقول لك ايه، انا عندي اقتراح حلو قوي. ايه رايك تاخد من ال 20 جنيه دي رنات؟ رنات مين؟ رنات مين يا عم؟ مش لما اجيب الموبايل الاول يا سيدي؟ يا الدنيا طارت ولا يهمك، انا هصبر عليك لغايه ما تجيب موبايل. يعني بجد هتصبر عليا يا ميمي؟ ها يا عم هصبر عليك لغايه ما تجيب موبايل. عيب عيب. هتستجدع معايا يا ميمي؟ كنتش انا استجدع معاك؟ مين استجدع معاك يا اخي؟ انت جدع قوي يا ميمي، متشكر جدا، ربنا يخليك. على ايه يا حبيبي؟ هي الدنيا طارت، يلا انت قوم بقى الحق عشان تجيب موبايل. طيب اول ما اجيبه هديك رن على طول. ماشي حبيبي، سلام. سلام، بس متاخرش عليا. ها عيب يا راجل. سلام سلام. كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. عليكم. سلام يا بكر، ازيك؟ جايب لك شغل، الناس دي كلها عايزه رنات. ازيك يا ميمي؟ اهلا اهلا. وعليكم ازيك يا ميمي. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ده انا جايب كوليكشن جديد عجبكم قوي. انا برن على ذوقك الله يخليك. عينيا. على واحده ونص كده. ماشي يا ريس. خد يا عم، نزلت لهم احلى رنات. صباح الفل. مية مية. ادي التاني. صباح الجمال. وادي التالت. صباح العسل. ايش تعليك؟ بس يلا بكره. يلا رجاله. كريم يا ميمي. شكرا. خليعة. مية مية. اخر خلاعة. يومين كده وفي رنات جديدة. ولا يا ميمي، لقيت الشهادة بتاعتك؟ لقيتها. دي دوختني على ما لقيتها. امسك ده. ماشي. ايوه. هو انت عايزها في ايه؟ اذا كنت انا مش عايزها. بتوع الاصلاح الزراعي عايزين عشان يكملوا الورق عشان نستلم الارض. امسك دي. هات دي. عظيم. كده نقدر نستلم الارض. انا غلطان ان انا لقيتها. احنا مش هنخلص من الموضوع ده. يا ابو ميمي عشان تبقى عارف انا مش همشي في مشوار الزراعه ده. ها؟ ها؟ هيعمل نفسه مش سامع بقى. مش احسن من الكمبيوتر الخربان بتاعك ده؟ دلوقتي بقى خربان. نسيت لما كنت بتاخد رنات ببلاش. ها؟ هتحرجني يعني ولا ايه؟ شكلك ايه بس وبتاع، وايه اللي انت ماسك في ايدك ده؟ انت بتقطع بسبوسه. بسبوسه؟ انت عارف حاجه؟ انت رايح فين وسايبني؟ مش بتكلم معاك. مش هغسل ايديا من الطينه؟ ايه فيلم الارض اللي انت عايش فيه ده؟ بالسهل كده اغسل ايديا من الطينه؟ شقه خطر عليك. استنى اما املك الطريق يا ابو ميمي. خش. واد يا مأمن انت. اسمع. هلا برنس، كله تمام؟ أمنت الحمام؟ كله تمام، والصابون في مكانه، بس خد بالك لحسن مراوغ شوية الصابون. مراوغ؟ يا بابا افهمني بس، أنا أحب أتفرج على الزرع، إنما ما بحبش أزرعه. ها؟ ها؟ إيه؟ مش عاجبك يا بابا؟ تحب أقول لك يا خالو؟ طب الأرض دي يعني أنا أعمل فيها إيه؟ ده أنا دافع فيها دم قلبي. دي أرض في الصحراء، مين مجنون هيروح يزرع الصحراء؟ طب أقول لك حاجة، انقلها مصر وأنا أروح. تاني مصر؟ تاني مصر؟ هتعمل إيه في مصر؟ هتشتغل ايه وهتقعد فين؟ هقعد في اي حته وهشتغل اي حاجه. يا حاجه انا طموحي اكبر بكتير قوي من ان انا اقعد هنا، انا عايز اعدي البوابات. الارض دي انا بعت عشانها العربيه، كنت خلاص هسدد اخر قسط وهسجل. ايه؟ بعت النص نقل؟ ده انت كنت بتحبها اكتر مني. ده انا بعتها عشان خاطرك انت. وبعتها لمين؟ بعتها للحاج اسماعيل خدها للمزرعه بتاعته. طب خلاص محلوله، روح اتجوز تمنها بقى. مش هما اخد تمنها الاول؟ هو انت بعتها سلف ولا ايه؟ الحاج اسماعيل قال لي اصبر عليا لحد ما ابيع المحصول. يا بابا ده الفلوس اللي عند اسماعيل دي قد الفلوس اللي في البنك المركزي كله. فين بس لما تشوف الحدفيه المركزيه دي ما بتنزلش ميه ليه؟ ما انا قفلتها. وقفلتها ليه؟ انا عامله دوشه ومش سامعك. افتح الميه على. حاضر حاضر اهو. خبرك ميه سخنه. ميه سخنه ولا سخنه ولا حاجه؟ كنت تلكك يا ابو ميمي. انت بتخاف على وشك قوي. حاج اسماعيل، حاج اسماعيل. اهلا يا ميمي، وحشني قوي، نازل لك حالا. ايه يا حبيبي، بقالك كتير قوي ما زرتنيش يا اخي، ليه كده؟ يا حاج اسماعيل على راي المثل، يا بخت منظر وايه وخفف. طيب ممكن لك حاجه عند الكلب؟ قول له يا ايه يا سيدي. بص يا سيدي. ايه؟ مبروك عليك النص نقل، رغم ان تمنها لسه ما اتدفعش.
هو انا اتفقت يا ميمي صحيح، بس صبرك عليا ابيع المحصول واسدد يعني. يا حاج اسماعيل، ما انا عارف، انا عارف والناس كلها عارفين. الناس كلها عارفين ايه؟ عارفين ان ظروفك بقت وحشه ومش ولا بد. لا انا زي الفل و100 100. يا حاج اسماعيل انا زي ابنك. فين زمان حاج اسماعيل؟ حاج اسماعيل على سن ورمح تغرقوا الديون ويتفلس. ما حصلش. الله، امال ابويا ليه قال لي انه مرضيش ياخد منك تمن العربيه عشان انت بقيت غلبان؟ انا غلبان؟ فين زمان؟ زمان كنت تدب ايدك في جيبك تطلع 800 عربيه نص نقل بسواقينهم. ولغايه دلوقتي يعني انت دلوقتي تقدر تحط ايدك في جيبك وتطلع 8 عربيه نص نقل واحده ومن غير سواق؟ بلاش احراج. احراج مين؟ و 38 عربيه. واهو هلس. واهو. لا شيل فلوس الناس يا راجل. ناس مين؟ دي فلوسي الحاج اسماعيل زي ما هو. كلام. طب عليا الطلاق لان انت واخد ثمن العربيه. مبروك عليك النص نقل يا حاج. الله يبارك فيك يا مين. صحيح الناس ما بتسيبش حد في حالها. اه يا اخي. يا احبائي رسول الله فزي ما كنا بنقول يا اخي لو سمحت اقفل الموبايل بتاعك اثناء الصلاه. خلاص مستعجل عايز تعرف اخبار البورصه؟ اهو ده يا اخواني خير مثال للي كنا بنقول عليه. الموبايل ده اما يكون نعمه او نقمه اذا اسيء استخدامه. تلاقي الواحد من دول حاطط عليه اشي ضحكه خليعه، ده غير بقى اللي حاطط اغاني عاريه مسفه وبيعملوا منها رنات على تليفوناتهم المحموله. انت، نعم انت ايها المسلم، انت المسؤول عن الطريق اللي تمشي فيه، اما طريق الحق او طريق الفساد. بص يا ابني، العمل عباده، فما بالك بعمل ضد العباده؟ بدل ما تنقل هذه الاغاني على اجهزه المحاميل ان اللي يا اخي حاجه كويسه، او اترك المحمول برناته. اصل يا سيدنا الشيخ من بين 100 واحد عايزين اغاني بيطلع واحد عايز اغنيه عاديه ولا عايز دعاء، كله بيبقى عايز الواو وكده. شوف يا ابني، انت طلبت مني النصيحه وانا نصحتك وانت حر. يعني يا سيدنا الشيخ ما ينفعش يعني نمشيها شغلانه مؤقته كده؟ مؤقتا اجيب منها قرشين؟ اصل انا اصلا عايز انزل مصر، انا مش عايز اقعد هنا. لا تيأس يا ابني، لا تيأس، واستعمل الكمبيوتر بتاعك في حاجه مفيده. انت بالمناسبه اسمك ايه؟ ميمي. ايه؟ كلنا عبيد الله يعني. الكوبايه اللي بتشرب فيها ميه هي اللي ممكن تشرب فيها خمره، يعني زي ما تكون مفيده ممكن تبقى سيئه، المهم استخدامك ليها ايه. ايه ده يا بيبي، انت جبت السمك ده منين؟ نزلته من على النت. ده سمك جميل قوي. هعمل لك كوبي. انت ناوي بقى على كده تتاجر في السمك؟ لازم اتف عليك عشان تسكت. شغل؟ ما كانش ينعز يا ميمي، ده انا حتى في المزرعه عندي عماله زايده. مزرعه ايه يا حاج اسماعيل؟ انا مش عايز اشتغل في مزارع، انا عايز اشتغل في مصر. وكمان في مصر؟ مستحيل يا راجل، هو حد يلاقي شغل؟ ايوه معاك حق طبعا، معاك حق. انا قلت كده، ما ينفعش اتكلم حد عشان خاطري، وخصوصا انك راجل محترم. وايه دخل احترامي في الموضوع؟ يعني اتكلم حد عشان خاطري وكده وممكن يعني يكسفك. يكسفني انا؟ ده انا خايف كمان لحسن يحرجك. ده ما تخلقش ان يحرجني. انت عايز تقنعني انك انت لو كلمت حد